الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورعاكم الله. أقدم في هذا المقطع القصير جدا لكن إن شاء الله أن يكون واضحا قانون تناقص الإنتاج الحدي، الآن أو ما يسمى Law of Decreasing Marginal Product. يعني لدينا الآن عملية إنتاج ما ولدينا مدخلات الإنتاج، يعني كل ما زادت مدخلات الإنتاج نتوقع أن يزداد الإنتاج، لكن هناك قانون تعلمناه بالاقتصاد الجزئي وهو يعني قانون طبيعي، حتى نكون صادقين يعني علميا قانون طبيعي، ليس من قانون الطبيعة لكن قانون طبيعي. شو المقصود فيه؟ أنه كل ما زادت راح نتوقع أن يرتفع الإنتاج، لكن الإضافات على الإنتاج أو ما يسمى margin product أو incremental project تنخفض كلما زادت كمية أو مدخلات الإنتاج. دعنا الآن نوضح ذلك بيانيا. نفرض الآن لدينا يعني أكرر هنا قانون تناقص أو انخفاض الإنتاجية الحدية Law of Decreasing Marginal Product. لدينا على المحور الأفقي هنا الآن مدخلات الإنتاج، عدد العمال لنفترض وعدد المحاريث أو التراكترز هنا. لدينا مساحة أرض معينة ومزروعة بأشجار التفاح على سبيل المثال، وهنا على المحور العمودي كمية الإنتاج من التفاح، وعلى المحور الأفقي الآن هذه الكمية من مدخلات الإنتاج. لدينا فقط عامل واحد على سبيل المثال والتوضيح فقط لا غير، هنا عامل واحد بدون أي محاريث معه، ليس لديه محراث، وزدنا الآن مدخلات إنتاج إلى مثلا عاملين ومعهما محراث واحد أو تراكتور واحد، ثم زدنا الآن عوامل إنتاج أو مدخلات إنتاج إلى ثلاثة عمال على سبيل المثال، فلدينا الآن ثلاثة ولديهم الآن محراثين، ثم زدنا إلى أربعة عمال كمثال فقط لا غير، أربعة عمال ولديهم ثلاثة محاريث. فهذه الآن مدخلات إنتاج، لدينا عامل واحد من غير أي محاريث، لديه فقط أدوات يدوية، هنا عاملان مع محراث واحد، ثلاثة عمال مع محراثين، وأربعة عمال أو ما شبه ذلك مع ثلاثة محاريث. هنا كمية الإنتاج يمكن لنا أن نتخيلها على شكل منحنى، هذا المنحنى الإنتاج، وطبعا هذا يمثل كمية الإنتاج من التفاح. عندما يكون لدينا عامل واحد فقط لا غير، فبتكون كمية الإنتاج على سبيل المثال هنا هذه يعني الخط الأحمر الصغير هذا، ثم عندما يكون لدينا عاملان مع محراث واحد زادت كمية الإنتاج بشكل ملحوظ، ثم ثلاثة عمال مع محراثين زادت بكمية كبيرة نسبيا، وهنا آخر شيء يعني في هذا المثال مقابل أربعة عمال وثلاث محاريث ارتفعت كمية الإنتاج. لكن ما نلاحظ مثلا أنه كمية الإنتاج كانت هنا ثم ارتفعت إلى هذا المستوى ثم ارتفعت إلى هذا المستوى ثم ارتفعت إلى هذا المستوى. هذه الكمية تخيلناها كما يلي، عند عامل واحد بيكون خمسة وحدات، ربما خمسة أطنان أو خمس وحدات إنتاج، يعني مهما كانت وحدات القياس، ثم ارتفع الإنتاج إلى 15 فارتفع إلى 50 وأخيرا إلى 53. لاحظوا الآن من 5 إلى 15 إلى 50 إلى 53، بمعنى آخر أن الزيادة في الإنتاج هنا 5 وهنا 35 وهنا 3 فقط لا غير. فالآن يمكن لنا أن نأخذ هذه الزيادات أو the marginal product الإضافة the incremental project نمثلها بيانيا كما يلي. هنا الآن مدخلات الإنتاج وهنا ما يسمى بالإنتاج الحدي اللي هو الإضافة على الإنتاج أو marginal product MP لمدخلات الإنتاج. لاحظوا الآن هذا هو المنحنى الذي يعني يمكن تمثيله لهذه البيانات، الفرق بين 5 و 15 ثم 15 و 50 ثم 50 و 53، يعني 53 ناقص 50 ثم 50 ناقص 15 ثم 15 ناقص 5. طبعا بدينا من الصفر هنا وبتكون 5 ناقص 0، فزيادة من صفر عامل إلى عامل واحد أدى إلى ارتفاع الإنتاج إلى 5 وحدات من كمية التفاح، هنا 5 وحدات ربما 5 أطنان. ثم عندما ارتفع من عامل إلى عاملين مع محراث واحد ارتفع الإنتاج بمقدار 10، يعني من 5 إلى 15 الفرق بينهم 10 وحدات. الآن في معنى آخر العامل الإضافي الآن يعني أصبح هنا عامل هنا عاملان، فالآن العامل الإضافي أدى إلى زيادة الإنتاج بمقدار 10 وحدات. هنا العامل الإضافي الأول
أدى إلى زيادة الإنتاج من 0 إلى 5، وبالتالي 5 إضافي. هنا الآن الإضافة 10. لاحظوا الآن العامل الثالث مع انحراث إضافي أدى إلى زيادة الإنتاج إلى 35. يعني لاحظوا العامل الثالث أضاف إلى الإنتاج مقداره 35 وحدة إنتاج، ربما 35 طن على سبيل المثال مع المحراث الإضافي. أما الآن الحالة الأخيرة، العامل الإضافي الأخير وهو الرابع مع محراث إضافي أدى إلى زيادة الإنتاج بمقدار بسيط جدا، فقط 3 وحدات هنا. وبالتالي نلاحظ على أنه ما يسمى بالمارج برودكت أو الإنتاج الحدي يرتفع حتى يصل إلى أقصى كمية، وهو طبعا لاحظوا الفرق عندما أضفنا العامل الثالث هنا مع المحراث الثاني أدى إلى زيادة الإنتاج بمقدار 35 وحدة، وأخيرا آخر واحد محراث إضافي واحد وعامل إنتاج واحد، يعني هنا 3 الآن هنا أصبحوا 4، أدى إلى زيادة الإنتاج فقط بمقدار 3. طبعا لو أضفنا عمال إضافيين ربما يزداد الإنتاج بمقدار 1 أو يصبح صفرا، أو ربما في بعض الحالات النظرية قد يصبح سالب القيمة لأنه يصير عند ازدحام في الإنتاج. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع المهم جدا لكم أحبة الطلبة عن قانون تناقص الإنتاج الحدي أو ما يسمى Law of Decreasing Marginal Product، قانون تناقص أو انخفاض الإنتاجية الحدية. وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.